هنكمل النهارده على المره اللي فاتت، وهنبدا ناخد حاجه جديده خالص اسمها حاجه اسمها الفيس بلين. هنشوف ايه بقى الفيس بلين ده. الفيس بلين هو بيروح يرسم السيستم بس في الديفرنشال سيستم. يعني ايه؟ يعني بدل ما كنت انت بتروح ترسم السيستم في التايم دومين، وكنت بتروح ترسم الاوت بتاع السيستم بالشكل ده كده، وكان السيستم ريسبونس كان مع التايم بالشكل ده كده فادى التايم، وبتروح ترسم الاوتبوت بتاعك وليكن اسمه الواي اوف تي، بتروح ترسمه عندك مع السيستم ده. لا، الفيس بلين ما بيعملش القصه دي. هو انا عندي سي وليكن عندي اف مثلا، ده فانكشن اوف اكس 1 واكس 2 وهكذا، فعندي مجموعه من الاكسات بتاعتك، فانكشن دي داله في الاكسات بتاعتك. فحاجه من اتنين، اما ان انا ارسم الاكسات مع التي، يبقى انا برسم مع التايم دومين، او ان انا ارسم مع الديفرنشال بتاعتي. يعني معناها ان انا بدل ما برسم مع التي، لا ده انا هاخد الاكسس بتاعتي تبقى اكس، وده يبقى عباره عن الاكس داش، وده يبقى بنسميه حاجه اسمها التراجكتوري. ده اللي هو الفيس بلين، ان انا ما برسمش مع التايم دومين، انا برسم الاكسات بتاعتي مع الاكسات داش بتاعتي. وطبعا ده اكس اوف تي، وده طبعا مين؟ اكس داش اوف تي، يعني الاثنين دول بارامتر في التي دومين نفسه. فده الهدف من الفيس بلين. فهناخد النهارده انترو ايه الفيس بلين والقصه من دي وبيتعامل ازاي على الايكويشن، ومن المره الجايه هنبدا ناخدها على السيستم وايه اصلا علاقته بالسيستم والنون لينير سيستم والقصص دي كلها. فالنهارده هي هتبقى بس على الفانكشن ميثودولوجي بس، مش اكتر ولا اقل. فتعالى نبدا نشوف الفيس بلين ده هرسمه ازاي لاي فانكشن عموما، والفانكشن بتاعتي انا هديها لك داله في الاكس بتاعتك، سواء اذا كانت هي من الفيرست اوردر يعني الداله متفضله تفاضل مره واحده، او من السكند اوردر وهكذا وانت ماشي بالشكل ده كده. بس هفكرك بحاجه، ان انا قلت لك قبل كده ان في حاله السيستم لما بيبقى ستيبل بيحصل ايه اللي بيحصل؟ بيبقى يحصل عندك كونفيرج لنقطه الاصل اللي هي نقطه الاوريجن، صح كده؟ ان عندي السيستم بتاعي لو هو سيستم ستيبل، فمعناها ان السيستم ده بيعمل له كونفيرج عند نقطه الاصل، نقطه الاصل اللي هي نقطه صفر وصفر، اللي هي النقطه دي. ونقطه صفر وصفر دي بنسميها حاجه اسمها الاكليبريم بوينت، او بنسميها السنجلر بوينت. فهي بالنسبه للسيستم بتاعي هي عباره عن نقطه الصفر والصفر بتاعتي، وصل كده؟ اللي هي نقطه الستاندر بتاعتي اللي بنسميها سنجلر بوينت، او ساعات بنسميها اكليبريم بوينت. مش شرط تبقى هي نقطة صفر وصفر، ممكن سيستم السنجلر بوينت بتاعته أو الإكليبريم بوينت بتاعته هي النقطة دي، ووقتها يبقى السيستم بتاعك بيكونفيرج عند النقطة دي. بس خد بالك إن النقطة دي بالنسبة للسيستم برضه هي دي نقطة زيرو زيرو، وصل كده؟ ويبقى ده عبارة عن الكونفيرج سيستم. يبقى احنا ممكن إن أنا أقول لك إذا كان السيستم ده ستيبل أو انستيبل على حسب هو بيعمل كونفيرج ولا بيعمل دايفيرج. لو هو بيكونفيرج السيستم كل ما التي بتاعتك بتقول لي ما لا نهايه فهو بيكونفيرج عند نقطه 0 0 يبقى السيستم ده ستيبل، انما لو هو بيدايفيرج عنها يبقى السيستم ده مين؟ انستيبل. انما لو هو بيكونفيرج عند كونستانت، اي كونستانت تاني، او بيعمل اوسيليتور حواليها، يبقى في الحاله دي السيستم بنسميه مارجنال سيستم، اللي هو كريتيكال سيستم. وصل كده؟ طيب، يبقى هفترض ان ده نقطة الصفر والصفر اللي هي نقطة الاكلوبرام بوينت بتاعتي، والمفروض السيستم بتاعك حاجة من اتنين، لا يكونفيرج عليها، لا يدايفيرج منها، لا يلف حواليها، ومنها لا هو كونفيرج لها ولا هو دايفيرج عنها. يبقى حاجة من اتنين، لا يكونفيرج لها بالشكل ده كده، لا يدايفيرج عنها بالشكل ده كده، لا اما يلف حواليها ويعمل حواليها سنتر بالشكل كده، وهي تبقى في السنتر بتاعه فبنسميها سنتر، وصل كده؟ وهو السيستم قاعد بيلف حواليها، لا منه عمل كونفيرج لها ولا منه عمل دايفيرج عنها، ففي الحاله دي بنسميها كريتيكال سيستم او بنسميه مارجنال سيستم. وصل كده؟ طيب، يبقى دي اول حاجه. طيب انا بقى المفروض احسب بالاكليبرام بوينت دي اصلا قيمتها هتبقى بكام؟ الاكليبرام بوينت بتاع السيستم دي هل هي نقطه الصفر والصفر فعلا؟ ولا هل هي نقطة تانية أصلا والسيستم بيكونفيرج ودايفيرج من عندها؟ يبقى أنا المفروض أروح أحسب الإكليبرام بوينت بتاعة السيستم ده قيمته كام؟ وخد بالك إن السيستم مش شرط يبقى له إكليبرام بوينت واحدة، ممكن يبقى له اتنين إكليبرام بوينت، تلاتة، أربعة، خمسة، وات إيفر عدد الإكليبرام بوينت بتاعتي، يبقى له أكتر من إكليبرام بوينت عندي. فهنبدأ أول حاجة إزاي إن أنا أشتغل على First Order System، وبعد كده نبدأ ندخل في Second Order System.
وفيرست اوردر سيستم هنا معناها ان السيستم ده معمول له تفاضل مره واحده، لان انا شغال على التفاضلات. يبقى معناها ان انا عندي سيستم معمول له تفاضل مره واحده. انت عندك اكس داش بس، ما عندكش اكس دبل داش ولا تريبل داش ولا اي حاجه. فعشان تجيب انت الاكليبرام بوينت بتاعتك فلازم تقول له ان الاكس داش على الاكس الكلام ده بيساوي صفر على صفر. ايه صفر على صفر دي؟ ده مش معناها ان ده على ده بيساوي صفر على صفر، لا، ده معناها ان دي عباره عن معادلتين. المعادله الاولى اكس داش بتساوي صفر، والمعادله الثانيه اكس بيساوي صفر. طلع لي النقطه اللي اتحقق لك الاثنين ايكويشن دول، والنقطه اللي اتحقق لك الاثنين ايكويشن دول هي عباره عن الاكليبرام بوينت او بنسميها السنجلر بوينت بتاعتك. يبقى عندك معادلتين اكس داش بتساوي صفر واكس بتساوي صفر. هات له قيمه الاكس والاكس داش اللي يصفروا لك المعادلتين دول او يحققوا المعادلتين دول، يبقى دي نقطه 2 الاكليبرام بوينت بتاعتك. ووقتها يبقى تبدا تعرف اذا كان السيستم ده بيعمل كونفيرج ولا بيعمل دايفيرج. وصل كده؟ طيب ندي مثال. لو انا عندي مثلا مثال صغير كده، ناخد حاجه صغيره الاول. اكس داش بتساوي سالب الاكس، ده سيستم تمام كده، فانكشن جايه من سيستم وهعتبره كانه سيستم، وعايز اروح ارسم له الفيس بلين بتاعه. قبل ما نرسم الفيس بلين فاحنا قلنا ان احنا بنرسم الفيس بلين بتاعي ما بين الاكس وما بين الاكس داش اللي هو التفاضل بتاعه. ده الربع الاول صح؟ صح ولا غلط؟ صح؟ وده الثاني ولا ده؟ ده الثاني وده الثالث وده الرابع، مش هتفرق يعني. الاثنين دول اشاراتهم زي بعض، فدول بيحصل فيهم الدايفيرج، يعني الدايفيرج بيحصل في الاثنين دول. والاثنين دول ده اللي بيحصل عندهم الكونفيرج. لما السهم يبقى لجوه كده يبقى معناه ان هو بيعمل كونفيرج للنقطه دي، سهم لبره يبقى بيعمل دايفيرج على النقطه دي. ده بفرض ان الاكليبرام بوينت بتاعتك او السنجلر بوينت بتاعتك هي النقطه دي اللي هي صفر وصفر. فلما نرجع بقى للمسألة بتاعتنا، الراجل بيقول لك اكس داش بتساوي سالب الاكس، أنا عايز أحسب الإكليبرام بوينت بتاعتي، ما أنا القانون بتاع الإكليبرام بوينت بتاعك في حالة الفيرست أوردر هو اكس داش على الاكس بيساوي صفر على صفر. المعادلة الأولى معناها حط الاكس داش بتساوي صفر، لما أحط ده بصفر إيه اللي يطلع الاكس بكام؟ يبقى من المعادلة الأولى يبقى هقول له آتي الاكس داش بتساوي صفر، فالاكس بتاعتك بتساوي صفر. صح كده؟ ويبقى النقطة الأولى هي عبارة عن صفر وصفر. تمام؟ طبعًا باخد إشارة الإكس الأول وبعد كده الإكس داش، لأن ده كأنها إكس وواي، يبقى مين؟ يبقى صفر وصفر. لما أحط الإكس نفسها هي اللي بتساوي صفر المعادلة التانية، لأن الاتنين لازم يتحققوا، حط الإكس بتساوي صفر فتطلع لك الإكس داش بتساوي صفر، يبقى برضه هي صفر وصفر. يبقى ما عنديش غير الإكليبرام بوينت بتاعتك هي عبارة عن نقطة صفر وصفر. وصل كده؟ طيب بس معادلة الخط بتاعت اكس داش بيساوي مين؟ سالب الاكس، فانت تروح ترسم اكس داش بتساوي سالب الاكس. اكس داش بتساوي سالب الاكس، يبقى ده الخط اللي هو الفيس بلين بتاعي اللي هو ادا الاكس وادا الاكس داش. اكس داش بتساوي سالب الاكس، فهو معادلة خط اهو بيمر بنقطة الاصل اللي هو ده كده، فده اكس داش بتساوي سالب الاكس، صح كده؟ وطالما وقع ما بين اللي هنا يبقى اصبح ده عباره عن بيعمل مين؟ بيعمل كونفيرج لنقطه الاكليبرام بوينت بتاعتها اللي هي صفر وصفر، ويبقى ده رسمه الفيس بلين للايكويشن الصغير ده. نكبر شويه كده. لو انا اديت مساله اكبر من دي شويه. كل ده مش هيظهر، هيظهر في السكند اوردر احسن بكتير جدا من الفيرست. لو انا كبرت المساله شويه برضو في الفيرست اوردر وقلت لك مثلا اكس داش بتساوي سالب الاكس الكلام ده براس اكس باور 3، والمفروض عايز ارسم القصه دي، طب هعمل ايه؟ هروح اجيب الاكليبرام بوينت بتاعتك، ان الاكس داش على الاكس الكلام ده بيساوي صفر على صفر، عشان اجيب الاكليبرام بوينت بتاعتك. المعادلة الأولى حط الإكس داش بتاعتك بتساوي صفر. لما أحط الإكس داش بتاعتك بتساوي صفر فالراجل ده بيساوي صفر، صح كده؟
ومنها يبقى اقدر اخد اكس عامل مشترك، ويبقى باقي عندك اكس تربيع الكلام ده ناقص واحد، وكل ده بيساوي صفر. وحاجه من الاثنين، اما الاكس نفسها هي اللي تساوي صفر، او الاكس تربيع ماينص 1 هي اللي بتساوي صفر. والاكس تربيع ماينص 1 بتساوي صفر، يعني منها الاكس حاجه من الاثنين، يا اما واحد يا اما مين؟ يا اما سالب واحد. والحته دي فكت لي بقى عندي كام اكليبرام بوينت؟ 3 اكليبرام بوينت، مره صفر وصفر، ومره واحد وصفر، ومره سالب واحد وصفر. يبقى في عندك 3 اكليبرام بوينت، ده صفر وصفر، وعندك واحد وصفر، وعندك سالب واحد وصفر. المعادله الثانيه ان حط الاكس نفسها هي اللي بتساوي صفر، فلما احط الاكس بتاعتك بتساوي صفر، ايه اللي يحصل؟ يبقى ده بصفر وده بصفر، فالاكس داش تدي لك بصفر. وهي اصلا كانت موجوده قبل كده، فخلاص يبقى هم ما عنديش غير مين؟ 3 اكليبرام بوينت اللي هم دول. وصل كده؟ طيب، وبالتالي فالرسمه بتاع الفيس بلين بتاعتي هتبقى بالشكل ده كده. ادي الاكس وادي الاكس داش. نقطه صفر وصفر ادي نقطه صفر وصفر. واحد وصفر ادي الواحد وصفر. سالب واحد وصفر ادي سالب واحد وصفر. وكل اللي عليا ان انا ارسم المعادله دي، ان اكس داش بتساوي سالب الاكس بلس الاكس تكعيب. وطالما هرسم السيستم ده فاكيد انا متاكد 100% اللي هو لازم يمر بالثلاث نقط دي، صح؟ لان الثلاث نقط دول محققين الايكويشن اصلا، صح ولا غلط؟ يبقى اكيد الرسمه بتاعته هيمر بالثلاث نقط. واكيد الرسمه بتاعته حاجه من اثنين، يا اما يجي بالشكل ده كده ويطلع كده، يا اما يجي كده عكسه، صح؟ يبقى هو حاجه من الرسمتين دول، ملهاش رسمه ثالثه، هم دول بس لازم يمر بيهم، يا اما كده يا اما يجي عكسه كده، صح؟ طب انا عايز اجيبها ازاي؟ حاجه من اثنين، ما هي لا كده لا كده، صح؟ يبقى ممكن اعوض باي نقطه، عوض سي وليكن اكس بنص مثلا، هنا مثلا اعرف هي فوق ولا تحت، او عوض باكس باتنين اعرف هي بادئه من فوق ولا بادئه من تحت. ما لو دي بادئه من فوق يبقى هو جاي كده، صح؟ ولو هي بادئه من تحت يبقى اكيد جاي كده. وانت ممكن تتاكد باكتر من نقطه في اي مين، في اي رينج من ثلاثه. فسي لو عوضت مثلا وليكن باتنين، عوض الاكس باتنين، ايه اللي يحصل؟ يبقى 2 تكعيب ب 8 بالموجب ناقص 2 6، فتدي لك موجب، يعني عند الاثنين اصلا قيمه موجبه، يبقى هو جاي كده. عايز تتاكد اكتر حط اي قيمه ثانيه. لو حطيت السالب 2 بتاعتها اللي قبلها هتلاقي سالب 2 تكعيب بسالب 8 ناقص 2 تدي لك سالب 10، يبقى هي سالبه فعلا اصلا، هي تحت اهي. وصل كده؟ عايز تعوض باي نقط في النص هنا عوض بيها وطلع القيمه، وصلت؟ ونبدا نشوف الحته دي، اصل ده انيشال بتاع السيستم على حسب قيمه الانيشال بتاعت الاكس بتاعتك. ده كونفيرج ولا دايفيرج على النقطه دي؟ مش دي اكليبرام بوينت؟ يبقى السيستم عنده عند الاكليبرام بوينت ده حاجتين، يا اما بيكونفيرج لها لا ما بيدايفرج عنها، صح؟ ابدا اشوف، هاجي ارسم المحاور عندها. ده كونفيرج ولا دايفرج؟ دايفرج، صح؟ يبقى دايفرج، يبقى الراجل ده دايفرج كده وده كده. يبقى عند النقطة دي السيستم بيعمل دايفرج عنها. طب وعند النقطة دي ترسم المحاور أهم. بقى الربع ده والربع ده يبقى كونفيرج، واكيد طالما هو بدايفيرج عن ده يبقى اكيد هو هيكونفيرج في اللي جنبها، صح ولا غلط؟ ما هو لو ده دايفيرج وده دايفيرج هيروح فين؟ وصلت؟ وده يبقى مين؟ كونفيرج، صح؟ ما هي كونفيرج ده، يبقى كونفيرج للنقطه دي، يبقى داخلين على النقطه دي. طب النقطه دي نشوف اهي، كونفيرج ولا دايفيرج؟ دايفيرج، يبقى الراجل دايفيرج، يبقى بيبعد عنها اهم في الحالتين، في الاتجاهين، يبقى بيبعد عن ده وبيبعد عن ده، ويبقى ده السيستم بتاعي. ويبقى النقطة دي نقطة كونفيرج، إنما النقطتين دول نقطتين مين؟ دايفيرج عندي. فيها مشكلة؟ طيب، ده كده خاص بالفيرست أوردر سيستم،
طب لو انا عندي سيستم سكند اوردر سيستم، تعال نشوف السكند اوردر سيستم هتعامل معاه ازاي. ووقتها مش هيبقى في عندك اكس داش، هيبقى في عندك اكس دبل داش. خد بالك ان احنا كنا بنرسم الفيس بلين بالشكل ده كده، كنت بروح ارسمه والمفروض انت ترسمه بالظبط. لو انا اديت اي اكس داش بتساوي اي ايكويشن مفروض يترسم بالظبط، صح؟ بس هقول لك في السكند اوردر هنعمله ازاي. ان انت مش شرط تروح تقعد ترسم او تجيب ايكويشن ما بين الاكس داش والاكس عشان تروح ترسم الايكويشن دي وتقعد تعوض بارقام وترسمه. امال هعملها ازاي؟ هقول لك دلوقتي في السكند اوردر هتعملها ازاي. تعال نبدا الاول نشوف الاكلوبرام بوينت اصلا بجيبها ازاي في السكند اوردر سيستم. يبقى السكند اوردر سيستم ده معناها ان انا بتعامل مع اكس دبل داش. طيب الاكلوبرام بوينت هجيبها ازاي؟ هي عباره عن دي اكس داش باي دي اكس، الكلام ده بيساوي صفر على صفر. دي اكس داش باي دي اكس، الكلام ده بيساوي صفر على صفر. طيب اجيبها برضو ازاي؟ تعال ناخد مساله ونشوف هنحل الكلام ده ازاي. عندي مسألة بيقول لي اكس دبل داش، الكلام ده بلس الاكس داش ماينس الاكس بيساوي صفر، وبيقول لي ارسم الفيس بلين اللي هو ما بين الاكس والاكس داش. طيب هعملها ازاي؟ تعال نبدأ نشوف. انا عايز احسب الاكلوبرام بوينت بتاع الراجل ده، صح؟ فانا المعادلتين بتوعك ان دي اكس داش باي دي اكس بيساوي صفر على صفر، صح؟ يعني دي اكس داش بتساوي صفر ودي اكس بتساوي كام؟ بتساوي صفر. طب هما فين اصلا هنا؟ فين دي اكس داش باي دي اكس ده؟ لازم اجيبها، صح؟ تعالى كده انا افكر. الاكس داش دي هي عباره عن ايه؟ ايه اكس داش دي؟ اللي هي دي اكس باي دي تي، صح كده؟ شيء تفاضل الاكس بالنسبه للتي. طب والاكس دبل داش هي تفاضل الاكس داش، فاضلها كمان مره، مش انت جبت اكس داش فاضلها كمان مره بالنسبه للتي، فهي عباره عن دي اكس داش باي دي تي. هات الاكس داش وفاضلها بالنسبه للتي، صح كده؟ طب لو قلت لك دي على دي اكس داش اكس دبل داش على الاكس داش تدي لك كام؟ مش تدي لك دي على دي، صح؟ ودي تي هتروح مع دي تي ويبقى دي اكس داش باي دي اكس، صح؟ يعني انا اقدر ان انا اشيل كل اكس دبل داش اقدر اشيلها واحط مكانها اكس داش دي اكس داش باي دي اكس، صح ولا غلط؟ صح؟ يعني انا اقدر اقول لك هنا ان دي اكس داش باي دي اكس بتساوي الاكس ماينس الاكس داش، او خليها بالترتيب اكس داش بالماينس، الكلام ده بلس الاكس مقسومه على الاكس داش، صح؟ عملت ايه؟ شلت ده وحطيت قيمتها، قيمتها كام؟ اكس داش دي اكس داش باي دي اكس، الكلام ده ودي دول هناك يبقى ماينس الاكس داش بلس الاكس، ويبقى دي اكس داش باي دي اكس بيساوي الكلام ده مقسوم على الاكس داش. فعلى طول تشيل الراجل ده وتودي ده هناك باشاره سالبه واقسم على الاكس داش، يبقى انت كده جبت دي اكس داش باي دي اكس. فيها مشكله؟ تمام؟ طيب بعد ما عملت القصه دي شيل ده كده خلاص ما عادش عايز دي. الراجل ده خلاص ما عادش عايز الاثبات بتاعه. انا عايز الاكلوبرام بوينت. يبقى ده على ده بيساوي ده على ده، والمعادله بتساوي صفر على صفر، صح؟ من اللي تحت ده معناها ان اكس داش بكام؟ عوض بيها في اللي فوق يبقى ايه؟ يبقى الاكس بيساوي صفر. مش دي المعادلتين والمفروض احققهم عشان اجيب السنجلر بوينت بتوعي؟
يبقى ده سوى صفر، عوض بيه في اللي فوق فالاكس بتساوي صفر. يبقى انت عندك نقطه الاكليبرام بوينت بتاعتك عند صفر وصفر. فيها مشكله؟ طيب طب انت هتعمل ايه بعد كده؟ المفروض اروح اجيب قيمه الاكس داش بدلاله الاكس. يعني المفروض تروح تشيل دي الاكس دبل داش دي تتشال صح؟ وتجيبها بدلاله اكس داش واكس عشان يبقى عندك معادله بس هي اكس داش بتساوي كام بدلاله الاكس. ليه؟ لان انا هرسم هنا، انا هرسم اكس داش مع الاكس، فالمفروض كل المعادلات بتاعتك يبقى هي عباره عن اكس داش ومين؟ واكس. يبقى لازم اتخلص من الاكس دبل داش دي ولازم اجيبها بدلاله الاكس داش، صح كده؟ وكل مساله هيبقى لها مين؟ تقعد اختصارات كتيره قوي. قال لك لا احنا هنخلص لك حاجه، هنسهلها لك. طب هتسهلها لي ازاي؟ قال لي روح احسب حاجه اسمها اللامدا بتاع السيستم. احسب هات الروتس بتاعت السيستم بتاعتك اللي هو سي وليكن هنسميها لامدا واحد ولامدا اثنين وهكذا. هات الروتس بتاعت السيستم، وده سكند اوردر سيستم، يبقى انت ما عندكش غير اثنين روتس، لامدا واحد ولامدا اثنين. وانا اقدر اقول لك رسمه الفيس بلين بيزد على قيم الروتس بدون ما تروح تقعد ترسم الرسومات وتقعد تحسب لي اكس داش بكام بدلاله الاكس وتروح ترسمها لي. يبقى انا مش مضطر ان انا لازم اتخلص من ده واشيلها واحط مكانها علاقتها ايه بالاكس والاكس داش. وفي النهايه خالص يبقى عندي معادله داله في الاكس والاكس داش اروح ارسمها زي قبل كده اللي احنا كنا عاملينها. لا قال لك انا هسهل لك الدنيا دي. طب هتسهلها لي ازاي؟ قال لي هات لي الروتس بتاعت السيستم بس، وبناء على قيم الروتس انا اقدر اقول لك الرسمه بتاعت الفيس بلين. زي زمان لما كانوا بيقول لك، فاكرين الزيتا والناس في كنترول 1 كان الدامبنج ريشيو، يقول لك انا في السكند اوردر على حسب قيمه الدامبنج ريشيو انا اقدر اقول لك شكل الريسبونس هيبقى شكله بتاع السيستم. ولما كان يقول لك لو الزيتا بتاعتك ما بين الصفر وما بين الواحد كان قال لك ان شكل الريسبونس بالشكل ده كده، يعمل اوسيليشن وبعد كده استقر. لو الزيتا بتاعتك كانت بتساوي صفر فمعناها ان مفيش دامبنج ريشيو فكان السيستم كريتيكال فكان كده، ولو كان الزيتا بتاعتك كانت بتساوي واحد فكان بالشكل ده كده، ولو كان اكبر من الواحد كان ابطا من ده. فكان على حسب قيمه الدامبنج ريشيو كان مين كنت تقدر تقول شكل الاوتبوت هيبقى شكله ايه، صح كده؟ فهو نفس القصه هنا بس على حسب شكل مين؟ على حسب القيم بتاعه الروتس بتاعتك. طب الروتس دي هجيبها ازاي؟ قال لي تعالى لو الروتس بتاعتك كانت ريال، يعني قيم ريال ما فيش فيها ايماجن، وكانوا الاثنين على خط الريال بالشكل ده كده، يعني الروتس بتاعتك ريال تمام وفي الليفت هاند سايد، فالسيستم ده بنسميها حاجه اسمها ستيبل نود. طب الرسمه بتاع الفيس بلين بتاعته هتبقى رسمتها ايه؟ رسمه ستيبل يعني معناها كونفيرج ولا دايفيرج؟ كونفيرج. يبقى هو بيكونفيرج عند نقطه الاكليبرام بوينت بتاعتك اللي هي دي، وبالتالي فالرسمه بتاعتك تبقى بالشكل ده كده. فهو بيكونفيرج بقى على حسب بقى جاي منين فبيكونفيرج للنقطه دي. وصلت كده؟ يبقى الراجل ده بيكونفيرج لمين؟ لنقطه الاكليبرام بوينت النقطة صفر وصفر. وصلت؟ بس خد بالك ان الحسابات دي كلها مبنيه على ان الاكليبرام بوينت بتاعتك صفر وصفر. طب لو ما كانش صفر وصفر هتضطر تنقل المحاور وتلعب تشتغل على المحاور. وبناء عليه تجيب الروتس عند مين؟ عند الصفر وصفر في السيستم الجديد ده. هنشوف امثله دلوقتي. طيب يبقى لو كانت الروتس في الرايت في الليفت هاند سايد وكانت ريال يبقى السيستم ده بنسميه ستيبل نود وهو بيكونفيرج خلاص يبقى عليه انه ستيبل نود. طب لو كانت الروتس بتاعتك كانت في الليفت هاند سايد وكانت هنا في المين؟ في الايماجري. ايه اللي يحصل؟ السيستم ده ستيبل ولا مش ستيبل؟ ستيبل برضه صح كده؟ بس المره دي هنسميه حاجه اسمها ستيبل فوكس. ايه ستيبل فوكس ده؟ ان هو مش بيكونفيرج مره واحده، بيعمل فوكس وبعد كده يكونفيرج. وبالتالي فالسيستم بتاعك جاي من اي انيشال تمام
هيقعد يعمل فوكس حوالين النقطة الإكليبرام بوينت بتاعتك بالشكل ده كده، وتبدأ تقل تقل تقل، وفي النهاية خالص يكونفيرج. وطبعا هيكونفيرج إما من النص دي أو من الجزء ده، لا ده لا ده، لأن دول بتوع الكونفيرج بتوعك. وصل كده؟ يبقى السيستم بادئ من أي انيشال، هيقعد مش هيعمل مباشرة كونفيرج زي ده مباشرة كده، لا ده هيعمل مين؟ هيعمل فوكس، اللي هي في التايم ريسبونس اللي كانت الاوستيليشن اللي قاعد بيعمل حوالين مين؟ نقطه الستيت ستيت فاليو. فهو نفس القصه قاعد بيفوكس حوالين مين؟ النقطه بتاع الكلورام بوينت، وفي النهايه هيعمل لها كونفيرج، لان هو كل مدى بيقرب منها بس مين؟ بفوكس. يبقى دي كده لو كانت الروتس كده. طيب لو كانت الروتس بتاعتك في الرايت هاند سايد وريال، يبقى اكيد عكس اللي فوق دي صح؟ يبقى السيستم في الحاله دي بنسميه انستيبل نود. وقتها يبقى السيستم بتاعك بيعمل دايفيرج، ويبقى دايفيرج يبقى هو بالشكل ده كده، عامل دايفيرج من نقطة الكلوبرام بوينت بتاعتك بالشكل ده كده، بيخرج منه. وصل كده؟ طيب نرجع هنا، وبعد كده لما نرجع للسيستم بتاعنا، لو كانت الروتس بتاعتك كانت موجودة في الرايت هاند سايد بس في الكومبلكس، فالسيستم ده بنسميه حاجة اسمها بدل ما هو unstable node يبقى unstable focus. ويبقى السيستم بتاعك بالشكل ده كده، خارج من النقطة دي، ما هو بيعمل دايفيرج يبقى خارج، صح كده؟ خارج بالشكل ده كده، بس مش هيخرج مرة واحدة زي الراجل ده، أمال هيعمل إيه؟ هيفوكس حواليها كده، قاعد كل مدى بيعمل دايفيرج عنها لحد ما يروح لما ينهي. وصل كده؟ طيب كان ممكن سيستم يبقى الروتس بتاعته تكون بالشكل ده كده، واحده هنا واحده هنا، مش وارد؟ ما انا بجيب كل احتمالات الروتس بتاع اي ايكويشن، صح كده؟ ان ممكن يبقى الروتس بتاع سيستم واحده في الريال وواحده في الرايت، واكيد هتبقى مين؟ سوري، واحده في الليفت وواحده في الرايت، واكيد هيبقوا مين؟ هيبقوا ريال، لان ما ينفعش يبقى مين؟ يبقى كومبلكس، لان لو كومبلكس يبقى لازم مين؟ مرافق بتاعها، صح؟ وانا ما عنديش غير اتنين روتس، لان انا شغال على مين؟ على السكند اوردر سيستم. فلو فرضنا ان كان روت هنا وروت هنا، فالسيستم ده بنسميه حاجه اسمها السدل. ايه السدل ده؟ ده نقطه بتعمل كونفيرج ونقطه بتعمل دايفيرج، مش ده كونفيرج وده دايفيرج؟ يبقى السيستم في الحالتين، اللي هو الكونفيرج ده كونفيرج وده دايفيرج. ووقتها السيستم هيبقى شكله بالشكل ده كده. الراجل ده بيعمل كونفيرج يبقى جاي كده. والراجل ده بيعمل دايفيرج يبقى على ده، يبقى ده الدايفيرج بتاعه اهو. وادي الاكس وادي الاكس داش بتاع السيستم. ويبقى في الحالتين كونفيرج ومين؟ ودايفيرج. طب السيستم هيتصرف ازاي؟ ده رسمة السيستم، بيعمل دايفيرج بالشكل ده كده، ده الراجل ده بيعمل دايفيرج بالشكل ده كده، الراجل ده بيعمل كونفيرج بالشكل ده كده، الراجل ده بيعمل كونفيرج بالشكل ده كده. أنا كسيستم بقى هعمل إيه؟ قال لك على حسب الانيشال بتاع السيستم. فلو فرضنا انيشال السيستم في المنطقة دي كده، يبقى السيستم هيمشي بالشكل ده كده، ده بيكونفيرج ويروح ده دايفيرج له. فبيكونفيرج ودايفيرج. طب وهنا؟ كونفيرج دايفيرج. طب وهنا بالشكل ده كده. ويبقى على حسب الانيشال بتاع السيستم كان في انهي منطقه. والله لو هو هنا يبقى هيتصرف كده، لو كان هنا يبقى هيتصرف كده، لو كان هنا يبقى هيتصرف بالشكل ده كده، لو كان هنا يبقى هيتصرف بالشكل ده كده. وصل كده؟ ويبقى هو هيعمل كونفيرج ودايفيرج مع بعض، بس على حسب بقى الانيشال بتاعته كانت في انهي منطقه. يبقى دي بنسميها السدل. اخر حاجه ان ممكن السيستم بتاعك يبقى الروتس بتاعتك على الايماجن، ويبقى الريال بتاعها بصفر، تبقى روتس موجوده على الايماجن. السيستم ده بنسميه سيستم كريتيكال، لان ده كريتيكال سيستم اللي انتوا عارفينه، يبقى ده كريتيكال. وبالتالي طالما هو كريتيكال يبقى هو لا منه كونفيرج ولا منه دايفيرج. ويبقى وقتها ادي النقطه بتاع الاكليبرام بوينت اللي هي الصفر وصفر، لان انا قلت لك ان كل الكلام ده على ان الاكليبرام بوينت بتاعتك هي نقطه مين؟ الصفر والصفر. وصل كده؟
ووقتها يبقى السيستم لا هو بيكونفيرج السيستم ولا هو بيدايفيرج عن السيستم. امال بيعمل ايه؟ بيعمل حوالين السيستم سنتر، عشان كده بنسميه السيستم في حاله سنتر، ده حاله السنتر. ووقتها السيستم بيبقى كريتيكال، فهو بيعمل سيركل حوالين نقطه الكلوبرام بوينت بتاعتك بالشكل ده كده، وبتبقى هي في السنتر بتاعها، وبالتالي فالسيستم لا منه بيكونفيرج لها ولا منه بيدايفيرج عنها. ويبقى دي كل الحالات بتاعه السكند اوردر سيستم بتاعك. ممكن يبقى السكند اوردر سيستم ميكس من حاجات من دي، وهنشوف دلوقتي ايه اللي احنا بنعمله. بس بدل ما انت بتروح ترسم وتجيب علاقه ما بين الاكس داش والاكس وتحول السكند اوردر لفيرست اوردر عشان ترسم الرسومات، فدي الرسومات جاهزه اوتوماتيك بناء على مين؟ على الروتس بتاعه السيستم. بس خد بالك كلها مبنيه على ان الكلوبرام بوينت بتاعتك نقطه صفر وصفر. يعني لو ما كانتش نقطه الكلوبرام بوينت بتاعتك صفر وصفر هضطر انقل المحاور واشتغل على انها هي نقطه صفر وصفر. وصل كده؟ ناخد نكمل بقى المساله، نرجع للمساله بتاعتنا ونشوف الحل بتاعها اتعمل ازاي. نرجع للمسألة، احنا كنا قلنا ان هي الكلوبرام بوينت بتاعتك عند نقطة صفر وصفر، وكانت المسألة ان الاكس دبل داش الكلام ده بلس الاكس داش ناقص الاكس بتساوي صفر، مش هي دي كانت المعادلة؟ صح؟ هي. وقلنا الكلوبرام بوينت عند نقطة صفر وصفر. هحولها طالما هي عند نقطة صفر وصفر يبقى هحولها عندي. بدلالة اللمدة، فالراجل ده هي عبارة عن لمدة تربيع. اللي هي كانها اس تربيع يعني او اي رقم تربيع، بس انا بجيبها بدلاله لمضات زي ما احنا هناخد سنتكس ثابت يعني. يبقى ده لمضه تربيع، الكلام ده بلاس اللمضة ناقص واحد بيساوي صفر. واروح اجيب لمضة واحد واثنين. جيب حل الايكويشن بتاعتي. لمضة واحد واثنين لما تروح تجيبها بالاله الحاسبه هتلاقيها طالعه سالب واحد وستة من عشرة وستاشر من مية. سالب واحد وستة من عشرة والتانية طلع ستاشر من مية. يبقى واحدة موجبة والتانية سالبة، يبقى السيستم ده مين؟ سالب. ووقتها يبقى الرسمة بتاعت السيستم الكلوبرام بوينت عند صفر وصفر اهي، ادي الاكس وادي الاكس داش، والرسمة بتاعتك سالب. يبقى ده الدايفيرج وده الكونفيرج، والرسمة بتاعتك تبقى بالشكل ده كده. وعلى حسب الانيشال سيستم وقتها لما نيجي نشتغل بقى في السيستم، على حسب الانيشال سيستم هي هتبقى انهي واحده في الاربعه دول، وبادئه منين بالظبط، وهتنتهي عند فين بالظبط. وصل كده؟ لان وقتها هندي انيشال، اصلا الانيشال سيستم بادئ قيمته بكام. تمام؟ يبقى دي الرسمه بتاعه السيستم اللي هو اللي موجود بالشكل ده كده. طب تعال نكبر شويه ونشوف اللي بعدها. ناخد واحدة فيها نقل محاور مثلا، مثلا بالشكل ده كده. اكس دبل داش الكلام ده بلس اكس داش ناقص الاكس بلس اكس بار 2. ده سكند اوردر سيستم وعايز اعمل الفيس بلين بتاعه. فنفس الكلام هروح احسب الكلوبرام بوينت بتاعتي، فادا دي اكس داش باي دي اكس الكلام ده بتساوي صفر على صفر، اللي هي هتساوي ايه؟ ودي دول هناك واقسم على الاكس داش مباشره، خلاص انتوا عرفتوا جايه منين. يبقى عباره عن سالب الاكس داش بلس الاكس ماينس الاكس بار 2 الكلام ده على الاكس داش، الكلام ده بيساوي صفر على صفر. المعادله دي والمعادله دي المفروض يحققوا نقطه الكلوبرام بوينت بتاعتك. فالراجل ده معناه ان الاكس داش بتساوي صفر، عوض بيها في اللي فوق يبقى ده بصفر، ويبقى الناتج بتاعك اكس ناقص الاكس تربيع الكلام ده بيساوي صفر. ومنها اما يبقى ده اكس مضروبه في واحد ناقص الاكس الكلام ده بيساوي صفر، فمنها تبقى الاكس بتاعتك بتساوي صفر او الاكس بتاعك بيساوي كام؟ واحد. ويبقى عندك كام اكلوبرام بوينت؟ اثنين اكلوبرام بوينت. اكلوبرام بوينت الاولانيه هي صفر وصفر،
والتانية واحد وصفر. وصل كده؟ نمسك واحدة واحدة، يبقى السيستم عنده اتنين اكليبرام بوينت، والسيستم عند كل واحدة، السيستم ده اما كونفيرج او دايفيرج او سادل او ستيبل فوكس او انستيبل فوكس او سنتر، على حسب الروتس اللي عند النقطة دي، صح؟ اللي هم الاحتمالات بتوعي، فانا لازم عند كل واحدة فيهم هشتغل عليها. ناخد أول واحدة عند نقطة 0 0، شيل ده كده خلاص مش محتاجه. هات 0 0. روح هات المعادلة بتاعت اللمضات، يبقى ده لمضة تربيع. والراجل ده بلس لمضة، والراجل ده يبقى ماينس واحد، طب والراجل التربيع ده هنجلك له. أصل ما عنديش له أي حاجة، صح؟ ما كأنه مش موجود. ويبقى المعادلة بتاعتك دي بتساوي صفر. روح هات الايكويشن بتاعها حلها، وهات الحلول بتاعتها اللي هي الروتس بتاعتها، هتلاقي ان الروتس بتاعتها طالعه سالب نص كام؟ 75 من 100 وسالب 1.75 من 100. يبقى السيستم عند النقطه دي مين معه ايه؟ سالب. خلاص نروح للإكليبرام بوينت الثاني اللي هي قيمتها 1 و0. هي اللمضة والقصص دي كانت محسوبه عند 1 و0 واي نقطه، ولا لازم عند 0 و0؟ 0 و0. يبقى انت لازم تحول للسيستم ده، ما يبقاش ده، انا عايز السيستم اللي عند نقطه 0 و0 اللي هو ايه. انت معنى كلمه الإكليبرام بوينت عند 1 و0 ادي الاكس وادي الاكس داش، صح كده؟ وواحد وصفر هي النقطة دي. فأنا مش عايز أشتغل على الإكس والإكس داش، ما ينفعش أشتغل على الإكس والإكس داش، لأن الإكليبرام بوينت بتاعت واحد وكام؟ صفر. يبقى أنت لازم تجيب لي أكسس جديدة كده، تبقى مثلا اسمها واي وواي داش، ويبقى نقطة واحد وصفر بتاعة الإكس هي نقطة صفر وصفر بتاع الوايات، وتطلع لي اللمضات بتاع الوايات نفسها، عشان اقدر اقول اذا كان السيستم ده كونفيرج ولا دايفيرج. لان حسابات الكونفيرج والدايفيرج وانا بتكلم ان لازم تكون الاكليبرام بوينت بتاعتك 0 0. يبقى لازم انقل محاور، لازم احول الاكسات لوايات، صح كده؟ طيب علاقه الاكس بالواي علاقته ايه؟ يعني لو قلت لك واي هتساوي، واي بتساوي اكس ناقص الواحد. طب وعلاقة الواي داش بتساوي؟ الواي داش والاكس داش اتنين زي بعض، في حصل شيفت للواي داش او الاكس داش؟ هل ده اتشفت كده نقص؟ شفت لفوق؟ لا، صح؟ بدليل اهي صفر اهي. يبقى هبقى عباره عن الاكس داش الكلام ده ناقص الصفر على طول، لو من غير ما تعمل ده. الواي داش هو الاكس ناقص الرقم بتاع الاكس، والواي داش هو الاكس داش ناقص الرقم بتاع الاكس داش، مش ده الاكس وده الاكس داش؟ وصل كده؟ يبقى الواي ده، الواي هي الاكس ناقص الرقم الاولاني بتاع الاكس، لان ده اللي انا هشفته بيه، والواي داش هي الاكس داش ناقص الرقم اللي انا هشفته بيه، فهو ما اتشفتش بحاجه. وصل كده؟ الاكسس ده فضل زي ما هو، فالواي داش دي هي الاكس داش، سواء في الموجب او في مين؟ او في السالب. انما كل اللي اتشفت مين؟ ان دي بقت واي بدءا من هنا، بقت ده نقطه صفر عند الواي اللي هي كانت اصلها في الاكس بتاعتك قيمتها بكام؟ بواحد، صح كده؟ فاصبحت الواي هي ناقصه الحته دي عن الاكس، يبقى هي واي ناقص، هي بتساوي مين؟ الاكس ناقص الحته دي اللي هي الواحد. وصلت؟ مش عاجبك الرسمه هاتها هنا مباشره، يبقى الواي هتساوي الاكس ناقص الرقم ده، والواي داش هتساوي الاكس داش ناقص الرقم ده. خلاص مباشرة، فيها مشكلة؟ طيب كل اللي عليا ان انا محتاج بقى اشيل ده كله ويبقى بدلالة الوايات عشان اقدر اجيب اللمضات في الوايات. فمن المعادلة دي تبقى الاكس بتاعتك بتساوي الواي الكلام ده بلس واحد. ومن المعادلة دي تبقى الاكس داش بتساوي واي داش، صح؟ بس انا في عندي كمان اكس دبل داش، فاروح هات قيمتها بالمرة، تبقى الاكس دبل داش هتساوي، معناها ان انا فاضلت دي مرة، يبقى هتساوي مين؟ واي دبل داش. يبقى تروح تشيل لي الاكس وتحط قيمتها، والاكس داش وتحط قيمتها، والواي داش والاكس دبل داش وتحط مين؟ قيمتها. وبالتالي فالمعادله دي تبقى عباره عن
اكس دبل داش تبقى هي الواي دبل داش، والاكس داش هي الواي داش يبقى بلس الاكس داش، وسالب الاكس يبقى سالب الراجل ده يبقى سالب الواي سالب واحد، وبلس الاكس باور 2 ما دي الاكس يبقى بلسها باور 2، يبقى بلس الواي الكلام ده بلس الواحد الكل باور 2 كل الكلام ده بتساوي صفر، يبقى شلت كل الاكسات وعوضت بالوايات، وتبقى المعادله بتاعتك يبقى واي دبل داش، ده مش اكس داش بقى دي مين؟ واي داش بلس واي داش ماينس الواي ماينس واحد، فك ده كده يبقى بلس واي باور 2 وده يبقى بلس 2 في الواي الكلام ده بلس الواحد كل ده بيساوي صفر صح؟ وتبقى المعادله بتاعتك واي دبل داش بلس الواي داش بلس واي الراجل ده راح مع الراجل ده بلس واي باور 2 الكلام ده بيتساوي صفر صح؟ صح ولا غلط؟ راجعوا عليا. طيب ويبقى اللمضه بتاعتك يبقى لمضه تربيع بلس اللمضه بلس الواحد بتساوي صفر، وبنجلكت ده خلاص. وروح هات الروتس بتاع الراجل ده، لما اروح اجيب الروتس بتاعت الراجل ده يطلع لك سالب واحد بلس فور ماينس جي جذر 3، ويبقى دي قيم الروتس عندها، وسالب واحد بلس اور ماينس جي يبقى ده فين؟ ليفت هاند سايد وفوق، يبقى ده السيستم هنا ستيبل فوكس. بس ستيبل فوكس عند مين؟ عند صفر وصفر بتاع الواي اللي هي اصلها واحد وصفر في الاكس، وانا في الاصل برسم على الاكسات ما برسمش على الوايات لان السيستم دل في الاكس اللي هو كان مديهولي جيفن. ويبقى عندك حاجتين، سيستم هنا سدل عند النقطة بتاع صفر وصفر، والسيستم عند واحد وصفر ستيبل فوكس. ويبقى عندك السيستم بالشكل ده كده، شيل ده كده ما قلناش عايزينه، خلاص كل ده مش عايزينه. يبقى ده السيستم اهو، ادي الاكس وادي الاكس داش، ادي الصفر والصفر الكلوبرام بوينت الاولانيه، وادي الواحد وصفر الكلوبرام بوينت الثاني. عند صفر وصفر سدل في هذا الشكل اهو. سوري. ادي الكونفيرج وده الدايفيرج. وعند كام؟ وعند واحد وصفر سيستم ستيبل فوكس. صح؟ عند النقطة دي. طب أنا كسيستم ده هيمشي إزاي؟ والله المنطقة دي ما فيهاش أي مشكلة، فالسيستم لو بادئ من أي حتة في المنطقة دي فهيمشي كده، كونفيرج دايفيرج. ولو هنا ما فيش مشكلة برضه كونفيرج دايفيرج. ولو هنا برضه ما فيش مشكلة كونفيرج دايفيرج. طب المنطقة دي؟ ده المنطقة دي عندها حاجتين، راجل بيقول له سدل كونفيرج دايفيرج، والراجل ده بيقول له مين؟ ستيبل مين؟ ستيبل فوكس، هعمل ايه؟ فالراجل ده جاي من اي نش صح؟ هيقول له كونفيرج، يروح ده يقول له دايفيرج صح؟ الراجل ده يقول له لا اعمل لي ستيبل فوكس حواليا، فيعمل ستيبل فوكس كده. وصلت؟ ويبقى ده رسمة السيستم. بس انهي واحدة فيهم بقى؟ دي ولا دي ولا دي ولا دي؟ على حسب الانيشال بتاع السيستم نفسه. انيشال السيستم وقتها هو اللي بيحطه في انهي بداية؟ فين بدايته؟ وعلى بدايته هيبدأ يلف في المنطقة بتاعته. وصل كده؟ وده هيبان قوي بقى لما نيجي نتعامل مع سيستمز نفسها. مش مع ايكويشن بس ان احنا بندي ايكويشن بس وخلاص. وصل كده؟ طيب. تعال ندي شوية أمثلة. أمثلة شبه دي كده. هتشوفوا العجب بعد كده مع السيستمز نفسها. لا
لو فرضت ان ده صفر وصفر وده عند واحد وصفر، وفرضت ان الاثنين شغالين سدل، يعني لما حسبت سيستم لقيت الاثنين سدل، سدل عند النقطه الاولى وسدل عند النقطه الثانيه، تعال نسمي ده نقطه ايه مثلا بي، ودي النقطه دي ايه مثلا، عشان يبقى بغض النظر اماكنهم فين اصلا. ولقيت ده سدل وده سدل، سيستم يتصرف ازاي؟ سدل يعني ايه؟ كده صح؟ والراجل ده كده، ده السدل بتاعه صح؟ ده الدايفيرج وده مين؟ الكونفيرج صح؟ صح ولا غلط؟ الراجل لو المنطقة دي فهيمشي كده، ده ما فيهاش مشكلة صح؟ بس خد بالك ده دايفيرج وفي نفس الوقت ده مين؟ كونفيرج صح؟ وده نفس القصة، ده دايفيرج وده مين؟ كونفيرج. فالراجل لو بدأ انيشال من اي منطقة هنا هيمشي ازاي؟ هيمشي تبع ايه؟ هيقول له ده كونفيرج صح؟ دايفيرج، يروح قايل له ده مين؟ تعالى لي، يقول له امشي بقى. فدي حركه السيستم لو وقع انيشال في الحته دي، هيمشي كونفيرج دايفيرج كونفيرج دايفيرج كده بشكل ده كده، وده نفس الكلام كونفيرج دايفيرج كونفيرج دايفيرج بالشكل ده كده، وده يمشي عادي خالص. طب لو انيشال السيستم وقع جوه هنا، مش وارد ان الانيشال يبقى في نقطه هنا؟ وارد اه صح. فيعمل ايه؟ كونفيرج دايفيرج كونفيرج دايفيرج، وقاعد بيلف حلزوني جوه ومش هيخرج، لان مفيش حاجه اسمها بتعمله دايفيرج. يجي يعمل دايفيرج، التاني يقول له تعالى لي كونفيرج، وهو نفسه يعمل له دايفيرج، التاني يروح جايبه كونفيرج في حته ثانيه، وهكذا، فقاعد بيلف حوالين نفسه. وصل كده؟ يعني هيقابلنا سيستم بعد كده ان المنطقه دي بتعمل دايفيرج للنقطه دي، والمنطقه اللي هناك بتعمل لها دايفيرج برضه. يعني الراجل بيقول له مثلا، او معنى صح، انا بقول له روح مثلا، روح الكليه مثلا فرض، والنقطه اللي هناك في الكليه بتقول له روح المدرج، والمنطقه اللي في المدرج بتقول له مين؟ انت كونفيرج في الكليه، ومنطقه الكليه بتقول له انت كونفيرج في المدرج. فتلاقي السيستم ما بين مين؟ لا هنا ولا هنا، واحد بيقول له روح هنا واللي هناك بيقول له روح هناك، فتلاقي السيستم واقف في النص ما بتحركش اي حاجه. ليه؟ لان المنطقه دي بتقول له كونفيرج هناك، والمنطقه دي بتقول له كونفيرج هنا. كل ده هيظهر بقى في السيستم مع الانيشال والقصص من دي. فيها مشكله؟ تمام. وتلاقي السيستم خلاص ما عادش له اي ريسبونس في الوقت ده كده، لان مش عارف يتصرف، مفيش تصرفات. اشاره كنترول بتقول له زي بالظبط مثلا على موتور مثلا، انت مدي له اشاره تحركه قدام وفي نفس الوقت مدي له اشاره تحركه ورا، هتلاقي اللي بيحصل في الموتور عم بيعمل كده، في رعشه اللي هي الريزونانت دي صح؟ صح ولا غلط؟ حد جربها؟ وطبعا دي تحرق الموتور على طول، يعني شويه كده وتلاقي الموتور حرق. ليه؟ لان هو واخد اشارتين، اشاره بتقول له اطلع قدام واشاره بتقول له ارجع لورا، فهو واقف ما هوش عارف يطلع قدام ولا يرجع لورا، فقاعد بيعمل الرعشه اللي هي الصغيره زي ريزونانت كده في منطقته، وبالتالي فالموتور ده يتحرق في الحته دي، لان عنده اشارتين كنترول والاثنين عكس بعض. وصلت؟ يبقى ده كده. الناس بقى تحل دي اكس دبل داش بلس 2 اكس داش ماينس الاكس بلس الاكس باور 3. يبقى عندك في 3 مين؟ يطلع لك 3 اكلوبرام بوينت، طالما في اكس باور 3 هنا فدي هتطلع لك 3 اكلوبرام بوينت على طول. في اكس باور 2 يبقى تطلع لك مين؟ 2. في اكس بس يبقى يطلع لك
واحده اكلوبرام بوينت، فدي هتطلع لك ثلاثه اكلوبرام بوينت، وكل واحده هتبدا مين تتعامل معاها، بس نقطه صفر صفر هتجيب الروتس مباشره. النقط الثانيه هتضطر تعمل نقل محاول عشان تشوف شكل السيستم عند النقط دي شكلها ايه. فيها مشكله؟ اشوفكم بقى المره الجايه.